المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المسابقاتي القرآني في رحاب القرآن الكريم. القرآن الكريم معجز في تركيبه وبيانه وفي جمله وآياته، كما أنه معجز في علومه وأخباره، فأخبر عن بداية الخلق ونهايته، وأخبر عن أحوال الأمم الغابرة وعن أحوال القيامة، وأشار إلى جملة من علوم الدنيا التي لم تكشف وقت تنزله، فيما يتعلق بالطب والفلك وعلوم الأرض والبحار وغيرها من العلوم التي كشفت للبشر بعد نزوله بقرون. أحييكم إلى هذه الحلقة القرآنية، وأرحب في مستهلها بلجنة التحكيم معنا في هذه الليلة المباركة، بداية بالدكتور الفاضل الدكتور خالد الكبودي رئيس اللجنة. أهلا ومرحبا بك. سلمكم الله. حياك الله. وكذلك أرحب أيضا بالشيخ غازي البكيلي عضو اللجنة. أهلا ومرحبا بك. مرحبا وأهلا وسهلا بكم. حياك الله. وكما أرحب أيضا بالدكتور باسم الحبشي عضو اللجنة. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. وأرحب أيضا مشاهدينا الكرام بالمتسابقين معنا في هذه الليلة، وكما هو واضح من خلال الحلقة الأولى، أربعة في كل ليلة من ليالي هذا البرنامج، وسيغادر متسابق واحد فقط من هذه الجولة أو من هذا التنافس، بينما الثلاثة سيتأهلون إلى مرحلة قادمة. إذن أرحب بالمتسابقين الأربعة معنا في هذه الليلة. يتفضل المتسابق الأول على يميني بالتعريف بنفسه. الاسم منصور سعيد علي بربر من محافظة شبوة، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. حياك الله أخي منصور، ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. تفضل المتسابق الآخر. الاسم أنعم صلاح عبده الراسني من محافظة تعز، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. أهلا وسهلا بك، وأيضا نتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. يتفضل أيضا المتسابق على يساري بالتعريف بنفسه. الاسم محمد أمين بالذياب من محافظة حضرموت، رباط الإسعال للدراسات الإسلامية. أهلا بك يا محمد، ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. تفضل أخي التعريف بنفسك. الاسم أسامة عمر علي بكير من محافظة حضرموت، جمعية الدعوة الخيرية. أهلا وسهلا بك أخي أسامة، ونتمنى طبعا للجميع التوفيق والنجاح. حتى الذي يغادر هذه الليلة بالتأكيد فينا شرف وفخر أن نعيش مع هؤلاء الحفاظ ومع مشايخنا الأفاضل في ليلة مباركة كهذه الليلة من الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن على بركة الله نبدأ الجولة الأولى من سباق هذه الليلة، والكلمة للجنة التحكيم وطرح السؤال الأول لهذه الجولة الأولى. تفضل الدكتور خالد رئيس اللجنة. هذه الفقرة برعاية صندوق النظافة والتحصين بمحافظة مأرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مشاهدين الأعزاء في كل مكان، نرحب بكم مجددا إلى الحلقة الثانية من برنامجنا رحاب القرآن. والمتسابق الأول واسمه منصور سعيد علي بربر من محافظة شبوة، مرحبا بك وأهلا وسهلا. لديك خمسة أسئلة، اختر أحدها. رقم واحد، السؤال الأول،
يلقيه على حضرتك الشيخ غازي البكيلي فإليه فليتفضل. مرحبا بك أخ منصور، ولتقرأ لنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فكيف إذا نعم. ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم ليوم لا ريب فيه ثم ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله، بارك الله فيك ووفقك. وننتقل الآن إلى المتسابق الثاني وهو الطالب أنعم صلاح الراسني. مرحبا بك يا أنعم وأهلا وسهلا بك، وسؤالك يتفضل بطرحه عليك الدكتور باسم فإليه. وبقي معك 4 أسئلة، الثاني والثالث والرابع والخامس. الرقم الثاني. الثاني، مرحبا بك. السؤال الثاني تفضل به الأخ أنعم، ويسمعنا من قول الله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله، بارك الله فيك ووفقك الله. إذن بارك الله في المتسابقين في الجولة الأولى منصور وأنعم، ونتمنى لكما التوفيق والنجاح، وبارك الله في مشايخنا الأفاضل في لجنة التحكيم. في نهر آيات الكتاب غسلت عن صدري لهيب الحقد والأضغان، وطويت في جنباتها بصد الهوى، وفرشت في روحي هوى القرآن، وبحسنها ألبست نفسي حلة من بهجة الأخلاق والإحسان. هذه الأبيات وهذه الكلمات هي بلا شك على لسان أهل القرآن الكريم، وقصص كثيرة سنتابعها طيلة شهر رمضان المبارك في فقرة قصص ونجاحات قرآنية. نتابع وإياكم الفقرة التالية من قصة نجاح في القرآن الكريم. منصور عبد الله أحمد حميد من محافظة إب، أحفظ القرآن كاملا وبالقراءة السبع على يد الشيخ علي سهل جابر. لدي ست من البنات حافظات للقرآن الكريم، ومعي ولد وهو الأخير عمره 12 عاما يحفظ 10 أجزاء. كنا نلتحق في دار القرآن الكريم، دار الحمزة بن عبد المطلب، من خلال هذه المدرسة ومن خلال هذه الدار التي تطور فيما بعد استطعنا أن نحفظ القرآن الكريم. ثم حفظت أبا بناتي أولا في البيت، عملت لهن حلقة، ثم كنت ألقهن القرآن الكريم، ثم بعد ذلك ألحقتهن في مدرسة الحمزة بن عبد المطلب لتحفيظ القرآن الكريم. ومع الوقت ومع السنوات استطعنا أن يحفظنا كتاب الله عز وجل. الذي شجعني على حفظ كتاب الله عز وجل والدي والبيئة الذي نسكن فيها المحيط. أحفظ المصحف كامل. أدرس جامعة في كلية العلوم الإدارية والمالية إدارة أعمال مستوى ثاني. ساعدني القرآن الكريم على حياتي العلمية والشخصية. شجعني أبي وكان أكثر الداعمين لي، حيث أنه هو حافظ القرآن الكريم ويشتغل في دار القرآن الكريم. شاركت في مسابقات كانت تابعة لدار الحمزة بن عبد المطلب تحت برعاية الشيخ متعب علي متعب المهنا. كانت هذه المسابقات بمثابة تشجيع لي. قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فإذا تشي تكون من أهل الله، لأنه الحياة الدنيا ما هي إلا فترة نعيشها، الدار المتبقية هي الدار الآخرة. أفضل عمل هو القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، وحافظ القرآن الكريم موفق من عند الله سبحانه وتعالى.
أحفظ القرآن كاملا بتوفيق من الله عز وجل، وأسأل الله أن أجعل الأجيال ليحفظونه كما حفظت أنا. أقدم الشكر لوالدي اللذان حفزاني على حفظ كتاب الله عز وجل، كذلك مدرسة حمزة بن عبد المطلب لا أنسى فضلها الكبير، ومديرها الذي شجعني على حفظ كتاب الله، كذلك معلماتي اللذان شجعني على حفظ كتاب الله وحفزني تحفيزا كبيرا على حفظه وإتمامه. ساعدني القرآن الكريم مساعدة كبيرة في حياتي العملية دائما، ومن ذلك الروح والأدب والأخلاق الذي تطورني دائما كلما قرأت آية من القرآن الكريم كلما حفظت حرفا. أحفظ من القرآن 10 أجزاء وإن شاء الله أكمل الحفظ هذه السنة مثل أخواتي الحافظات. والله دور الأب والأم دور كبير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ولن يقي الإنسان من النار إلا القرآن الكريم. فنصيحتي للأب وللأم عليهم إلحاقهم بمراكز تحفيظ القرآن الكريم. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم معا لخدمة كتاب الله تعالى. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، وعودة إلى الاستوديو ومضمار السباق هنا في هذه الليلة المباركة. تابعنا قبل فقرة قصة نجاح الجولة الأولى للمتسابقين منصور وأنعم، والآن إلى الجولة الثانية من سباق هذه الليلة، وعودة مرة أخرى إلى مشايخنا الأفاضل لطرح سؤال أو أسئلة الفقرة أو الجولة الثانية من سباق هذه الليلة. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، ونأتي إلى المتسابق الثالث في هذه الليلة، وهو الطالب محمد أمين بالذياب من محافظة حضرموت. مرحبا بك وأهلا وسهلا. وبقيت 3 أسئلة وهو السؤال الثالث والرابع والخامس، فأيها تختار؟ السؤال الرابع. الرابع. إلى الدكتور إلى الشيخ غازي، يتفضل بإلقاء السؤال على المتسابق الثالث فليتفضل. مرحبا بالمتسابق محمد أمين، واللي يسمعنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله، بارك الله فيك ووفقك الله. ننتقل بكم أعزائي المشاهدين إلى المتسابق الأخير في هذه الليلة، وهو الطالب أسامة عمر بكير من محافظة حضرموت، فأهلا وسهلا بك. بقي لديك السؤال الثالث والخامس، فأيهما تختار؟ السؤال الثالث. الثالث، تفضل شيخنا دكتور باسم لإلقاء السؤال على الطالب الأخير في هذه الحلقة. السؤال يقول: اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أحسنت وبارك الله فيك. ما شاء الله، تبارك الله، وفقكم الله جميعا وأسعدكم ونور قلوبكم. إذن بارك الله في المتسابقين معنا في هذه الجولة الثانية، محمد وأسامة، ونتمنى لكما التوفيق والنجاح، وبارك الله في مشايخنا الأفاضل في لجنة التحكيم. القرآن الكريم لم يكن في أخباره وآياته وإشاراته ما يخالف الحقائق الحديثة المكتشفة، بل كانت كل حقيقة تتوائم مع آياته، مما أدهش كثيرا من علماء الغرب فقادهم ذلك إلى الإسلام، وهذا أمر اشتهر واستفاض وبلغ مبلغ التواتر، فلا ينكره إلا جاهل أو مكابر. إذن مشاهدين الكرام، وحتى نعطي لجنة التحكيم فرصة أكثر لتجهيز النتيجة النهائية في هذه الليلة، نتابع وإياكم استراحة هذه الليلة ومع الفن الإسلامي الهادف وقتا ممتعا. هذه الفقرة برعاية مؤسسة أمين قاسم التجارية. سبحان
ايوه ابني ما بتسوي؟ حمزه كتب الواجب. الرجال تعجبني بضل. وانت مالك ما تكتب الواجب؟ ذاكرت اول. كتبت اول؟ الحين بدي العب. خيرة الله خيرة الله. قم قم ادي لي ما من داخل قدر انا عاد خلي حمزه اخي. يا الله مخرجك حمزه هوك بيكتب الواجب وانت انت بتلعب قم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشر. ها سوده 14 والله قد ما أقول غلطني لكن الرجال أنا داري ما يكذبش. أنت يا الله يا بدي أهلا وسهلا حياك حياك ارحب ارحب. لا لا موجود ها زلط ما حبش زلط بين زلط يا اخي لو بلدتي لك الله المستعان انا من الذي نوع الذي يكذب ولا انت قريبي خلاص ابشر يوما هكذا ان شاء الله وهي عندك مع السلامه. شمك شم الزلط ما قد بدعنا وهذا ما يشتي. اهلا وسهلا ارحب يا عزي ارحب. ها لا لا ما نش في البيت يا اخي لو انا في البيت عاد اقول لك انا في البيت جي ما عاد اكذب عليك ولا ايش بس انا مش في البيت انا بعيد ما اعتقدش ان انا اروح الليل ما اظنش لانه عاد من عمل خارج لكن لا روح ابشر ما يهمك لا اتصل لك وتجي لعندي اذا نشوفك ها تمام حاضر مع السلامه. يا ساتر بابا ها شو بتقول انا شو حصلت شو بتقول جن مشيك في البيت مشوا عليك اكتب اكتب الواجب جاي تفلسف. يا حماد هات الماء. حماد انزلت يا ابني البقالة اجلس بعد من احنا البقالة بدتي ما ناقص انت علمتوا لي هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه حمزة ما بتسوي؟ مع التلفزيون بسر التلفزيون؟ كملت الواجب؟ ايوه اسكي وريني ابني بس لا ما شاء الله ايوه وذا ما حلت الواجب هكذا بتكذب؟ من اين تعلمت الكذب؟ منك يا بابا منك يا بابا نجوم الفن الهادف وعودة إلى الاستوديو لاستكمال فقرات هذه الليلة المباركة من برنامج في رحاب القرآن الكريم وتدبروه ففي تدبره الهدى ومنابع الخيرات والإيمان وخذوا هداه إلى الحياة وسيرها فهو الدليل لراحة الإنسان لو كان قائد أمة ودليلها حقا لنالت نصرة الديان. المشاهدون الأكارم نبقى وإياكم مع الفقرة الجديدة التي أضيفت في هذا الموسم من برنامجكم في رحاب القرآن الكريم وهي فقرة معالم وأعلام يمنية نتابع وإياكم سؤال الميدان ومع الزملاء في الميدان وعنوان الفقرة التالية. Thank you.
طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم من هنا من حضرموت الغناء ومكلل الجمال في هذا الشهر الفضيل ومع الليالي المباركات وفي هذه الأجواء الرمضانية والروحانية الجميلة ضمن برنامجكم الرمضاني في رحاب القرآن. وسؤال فقرتنا لهذا اليوم يقول: توجد آية في القرآن الكريم تدل على أن اليمنيين أسلموا برسالة، ما هي هذه الآية؟ لمعرفة إجابة السؤال والفائز معنا تابعونا. اليمنيون يعني غلط، يعني الأمة كلها، فهمت كيف قصدي؟ أيوة، هي بس أنه اليمنيين زمان أسلموا برسالة، الرسالة هذه جاءت في آية. ذات يوم من أيام القرن العاشر قبل الميلاد، جاء هدهد من الشام إلى مملكة سبا يحمل رسالة من نبي الله سليمان عليه السلام، فألقاها إلى الملكة التي قال المؤرخون أن اسمها بلقيس، والتي قال عنها الله تعالى: وأوتيت من كل شيء. عندما وصلتها الرسالة جمعت مستشاريها وأخبرتهم بأمرها وقرأتها على مسامعهم. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقال مستشاروها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فقررت أن ترسل إليه هدية مادية لكي تتبين أهو ملك أم نبي، ولتستطلع أيضا حجم قدراته العسكرية. وعندما أعيدت إليها الهدية مع تهديد ووعيد، علمت حينئذ أنه نبي مرسل، ودفعت عن مملكتها الحرب بأن أرسلت رسولاً يخبره بقدومها إليه مع عدد من وجهاء المملكة. وبينما هي في الطريق إليه، أمر نبي الله سليمان أحد حاشيته بإحضار عرشها من اليمن ليصبح مستقراً عنده في بيت المقدس بلمح البصر.
ثم أمر أن يحدثوا فيه تغييرات طفيفة لكي يخفف من صدمتها حين تراه، ولكي يرى كيف ستتعامل مع الموقف. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، كان جوابا بمنتهى العبقرية، كأنه هو. لم تنفي ولم تثبت، لم تستبعد ولم تؤكد، ثم أمر بإدخالها الصرح الذي بني على البحر. وهنا خانها بصرها فظنته لجة ماء، وكشفت عن ساقيها لتعبر، فإذا بقدمها تصطدم بسطح زجاجي فوق الماء. عندئذ فقط وبعد أن رأت معجزات ذلك النبي أعلنت بلقيس إسلامها، ولكن بلسان القائد الند لا بلسان التابع الخاضع، فلم تقل أسلمت لسليمان، بل قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبإسلامها أسلمت مملكة سبأ بأسرها على ضوء تلك الرسالة التي جاءت من نبي الله سليمان عليه السلام. ومن هنا قيل أن اليمنيين أسلموا. في الميدان، والآن حان وقت إعلان النتيجة النهائية للمتسابقين. معنا في هذه الليلة المباركة 4 من المتسابقين في هذه الليلة، سيتأهل 3 إلى المرحلة القادمة، وسيغادر شخص واحد أو متسابق واحد فقط في هذه الليلة، وبالتأكيد الكل مع القرآن الكريم فائز. والكلمة الفاصلة الآن لإعلان النتيجة النهائية للجنة التحكيم، تفضل دكتور خالد الكبودي. شكرا لك ووفقكم الله جميعا. والتنافس في هذه الليلة أيضا كان على أشده، والفوارق الحقيقة فوارق بسيطة للغاية، وكما هو المعهود أن الجميع فائز، والذي يغادرنا ينتظر حظا وافرا في مسابقة جديدة بإذن الله. المتسابق الأول منصور سعيد علي بربر من محافظة شبوة، حصل على 95.83%. والمتسابق الثاني أنعم صلاح الراسني حصل على 96.33%. أما المتسابق الثالث محمد أمين من محافظة حضرموت فقد حصل على 95.33%. والمتسابق الأخير أسامة بكير من محافظة حضرموت أيضا فقد حصل على 97 درجة. فيكون الأول في هذه الليلة هو أسامة عمر، والمتسابق الذي سيغادرنا مشكورا مكرما هو محمد أمين بالذياب. نسأل الله لهم التوفيق جميعا. اللهم أمين. إذن نتمنى التوفيق للجميع، وجزاكم الله خير الأفاضل في لجنة التحكيم. وكما هو واضح مشاهدين الكرام من خلال النتيجة النهائية، فإن الذي سيغادر هو الأخ محمد أمين، وتمنى له طبعا التوفيق والنجاح في قادم الأيام. وبالتأكيد الكل فائز مع كتاب الله عز وجل، ويكفيهم فخرا وشرفا أنهم يحفظون كتاب الله عز وجل، وأنهم من أهل الله وخاصة. إذن مشاهدينا الكرام، يتفضل الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم إلى الاستوديو لتكريم الذي سيغادرنا في هذه الليلة المباركة، وجائزة مالية مقدمة من مكتب النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، وكذلك شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم.
الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، أهلا ومرحبا بك وتحية لك ومن خلالك لكل العاملين في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. وإياكم الله يعطيكم العافية. إذن شيخ صالح، كما هو واضح من إعلان نتيجة النهائية من قبل لجنة التحكيم، فإن الذي سيغادر هذه الليلة شيخ يا دكتور خالد هو محمد أمين، هو الأخ محمد أمين، ونتمنى له التوفيق والنجاح، ويتفضل لاستلام مبلغ مالي مقدم من مكتب النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، كذلك أيضا شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أبو حماد، ونفع الله بك، وإن شاء الله تبارك الله. تفضل إن شاء الله عقبال مرة ثانية بإذن الله تعالى. هذه الشهادة كانت مشاركة. إذن نتمنى لك التوفيق والنجاح أخي محمد، والشكر موصول للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وكذلك أيضا لمكتب النظافة والتحسين بمحافظة مأرب على دعمهم السخي لمثل هكذا برامج قرآنية. إذن لم يبقى مشاهدين الكرام إلا أن نودعكم، على أمل أن نلتقي فيكم إن شاء الله يوم غد في نفس الموعد من هذا البرنامج في رحاب القرآن الكريم. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل الكبير الذي يعمل خلف الكواليس، وتحياتي لكم. نلتقي إن شاء الله يوم غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.